فتى علبة الثعبان الطائر بلبل علبة الحظ للاعب ليث من بيبة البيرس الجزء الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسم بليد، واليوم قدرنا نجيب بلبل علبة الحظ الثعبان الطائر للاعب ليث. طبعا هذا بلبل من الجزء الاول من بيبة البيرس. بلبل جدا اسطوري في الدفاع، جدا قوي. هو في له عيب واحد، حقنا في له بس عيب واحد، ولكن بلبل ككل كله مزايا. بس لو احنا قدرنا نجيب نفس النسخة اللي ظهرت في الانمي، هذه طبعا نفس اللاير نفس الديسك، لا نفس اللاير نفس الدرايفر، الديسك ما قدرنا نجيبه. طبعا هذا البلبل اصلي من تاكارا تومي. طب بما انه اصلي اكيد كلكم حتقولوا فين العلبة، فين الفتحة الاصلي اللي هو كذا علبة ونفتحها وطلع بلبل علبة الحظ. طبعا هو اصلي ولكنه مستعمل، يعني في شخص قدر يشتري علبة الحظ طلع البلبل الاصلي لعب فيه في موسم بيبة البيرس الاول ودحين ما يبغى بلابل، فباعها بسعر مبالغ فيه، يعني سعر مرة عالي. فعشان انكم اساطير وتستاهل ان نجيب لكم اي بلبل، واحنا نعتبر يعني من الاوائل في الوطن العربي، احنا تقريبا الثاني بعد جاكي ريجا، جبنا لكم البلبل الاصلي الثعبان الطائر. الشيء اللي يثبت لكم انه هذا البلبل اصلي هي نفس المسامير اللي موجودة على البلبل، مسامير مغلقة بعكس البلابل الغير اصلية. طبعا هنا كل البلابل اللي قدامكم، كيف فك الزوم شوية، كل البلابل اللي قدامكم دحين اصلية ما عدا واحد اللي هو هذا اللي هي بحقته ما هي اصلية. بتشوف كيف المسامير، ملاحظين شكلها كيف كذا، يعني جاي على شكل زائد شباب، حتى هذا العملاق. فعندها طبعا في مقطع اليوم عندها تحدي اسطوري شباب. اذا قدرنا نوصل هذا المقطع، طبعا معاكم مدة لا نهائية، اذا قدرنا نوصل هذا المقطع 5000 لايك، في العادة نطلب 2000 تطلبوها في يوم واحد، فنضطر نفتح البلبل في اليوم اللي بعده. فهذا الشيء التحدي اليوم حيكون مرة صعب، لان البلبلين ملاحظين هذا من اول، هنا يمكن كلكم ما انتبهتوا، اصلي من تكار جومي، وجبت لكم الدرايفر كمان. طبعا سعر اللير تقريبا 5 أضعاف سعر البلبل، وسعر اللير مع الدرايفر اللي في العملاق تقريبا 11 ضعف سعر البلبل الاصلي. فهذا كله احنا قدرنا نجيبه شباب. فعندنا طبعا الديسك احنا طلبناه من قبل، يعني مو طلب منفرد، الديسك جاء مع احد البلابل، ما فتحنا البلبل، ولكن انت كنت تعرف البلبل، اللي عرف اكتب لنا في الكومنتات. ف 5000 لايك نفتح العملاق الافضل الاسبوع الجاي باذن الله، اللي هو زيادة الوقت بس يوم الجمعه. فاذا تقدروا شباب، ترى 5000 لايك جدا سهل عليكم. فاذا انتم من الناس المهتمين بهذه النوعيه من المحتوى، اتمنى منكم شوقنا عشان تحفزون وتدعمون وتضغط زر اللايك. اذا وصلنا 5000 لايك حنفتح علبه بلبل العملاق الافضل اللاعب صخر الاصلي من تكارتومي. هذا البلبل كل قطعه اصليه، وهذا البلبل كل قطعه اصليه، او مدين جاب القطعه الاصليه ولكن ما عنده الديسك، فرام الديسك ما عندنا هو، لكن نفس الديسك موجود عندنا. ف 5000 لايك حنفتح لكم العملاق الافضل. وكمان اذا اشتركتوا لا تنسوا تفعلوا الجرس تنبهش ونطلع لكم اغاني جديده اول باول. ودحين خلينا نبدا بالشرح. فاول قطعه في البلبل وهي اللاير، خلينا نفك القطع كذا سابع واضح كل شيء. طبعا كل قطعة مدينة نجيب منها الاصلية، الديسك اصلي ولكنه ما معاه فريم، الدرايفر غير اصلي ولكنه زرب الكلب متوحش، فمدينة نجيب الاصلي، ولكن احنا عندنا واحد مو اصلي، فليش نخرب الكلب ويعني نغير قطعة كلب. فاوكي اول قطعة في البلبل اللي هي اللير، لير اللاعب ليث، لير الثعبان الطائر. طيب يا مونسترز، ليش اللير هذه خلوها في علبة حظ؟ يعني ليش ما خلوها زي اي بلبل، زي الشجاع علبة عادية، زي اللهيب علبة عادية؟ طبعا الشجاع لو كان هو بهذه المواصفات، ولكن ما كانت الشخصية الرئيسية، كان مليون مليار في المية خلوه في علبة حظ، ولكن هو بلبل الشخصية الرئيسية وكذا، فلازم كل الناس يكون عنده بلبل الشخصية الرئيسية فخلوه علبة عادية. طيب هذا اللي خلوه علبة حظ، لأنه البلبل نفسه في الأنمي خلوه ضعيف، لأن الشخصية الرئيسية لازم تفوز على البلبل الضعيف، ولكن البلبل هذا بالذات يعني الثعبان الطائر خلوه في علبة حظ، لأنه أصلا في الواقع تصميمه وشكله وقوة دخل حلبة جدا أسطوري، مرة قوي شباب. البلبل الدفاعي اللي من جد ما عنده اي ثغرة يمديك تهاجمه منها، يعني الثغرات الوحيدة اللي هي هنا، لو انت هاجمته من هنا عنده زي السيف، زي السيف القاطع كذا، سيف من هنا وعنده فتحتين، فلو انت هاجمته من هنا انت اللي حتتضرر، فما انصحك تهاجمه من هنا. الثغرة الوحيدة اللي يمديك تهاجمه منها هي هنا، 1 2، ومين يقدر يوصل لهذه الثغرات اساسا؟ البلبل لما يكون سريع
عنده القاعدة الدفاعية قاعدة كل متوحش مستحيل أحد يوصل له. يعني شوفوا بابلك كل مغلق، ملاحظين مغلق من هنا بالكامل، فلو خلوه مغلق بالكامل أساسا كل اللاير حسيب بلبل لا يقهر. ولكن هم يعني حطوا فيه بعض الثغرات اللي هي مستحيل انك توصل لها، ولكن لو وصلت لها حتسوي تأثير على البلبل. طبعا البلبل يحطم، ولكن التحطيم عنده مو فعال لأن نفس القطعة اللي موجودة في المنتصف ما هي بارزة بشكل واضح. هي واضح في الشكل لما تشوفها واضحة، ولكن داخل النزال ما حتشوفها واضحة. يعني مو زي السيف القاطع مثلا، السيف القاطع على طول أي ضربة من السيف يتحطم بلبل الخصم، ولكن هذه كذا جاية يعني محشورة. تقدر تقوله إنه زي تطور السيف القاطع مرتين في الجزء الأول، زي اللي هي بالأسطوري بعد صار اللي هي بالناري، فيعني في شبه شباب. فعندها طبعا البلبل من ناحية اللير، شوفوا لونه كيف، لون أخضر. الشخص ذاك اللي اشتبهنا منه البلبل مركب السكرات، فالسكرات معطية طبعا هو أخضر وشفاف، وحطوا له السكرات أزرق غامق وأزرق فاتح وأحمر. ولكن اللون الطاغي في البلبل لما تشوفوه هو اللون الأخضر الفاتح كذا، لون غريب شباب، ملاحظين كيف الشكل شباب؟ في شيء بقدر ما لاحظه، نشوفه هنا في زي الثعبان أو زي الأفعى، يب زي جلد الثعبان، زي جلد الأفعى يب يب. وهنا في لسان الثعبان، طبعا هذا اللي خارج بسيط منه شيء على برا، هذا هو لسان الثعبان، وهذا زي ما تقولوا زي الكوبرا شباب. لف عبد الرحمن، لف زي الكوبرا، أرفع كده شوية يب، هنا الثعبان أو الأفعى. واو طبعا هذا لاحظناها دحين في المقطع، ما كنا عارفينها قبل. وطبعا عبد القادر شرح لكم من هنا، شوفوا كيف الضربات اللي من هنا، ما ننصحك ابدا انك تهجم عليه من هنا اصلا، ما في ولبل اي طول من فوق، يعني هو طويل يعني. وهذه كيف شباب جدا جيده وكثيره، يمكن فوق الخمسه او خمسه هي. اي لا هي اربعه تعتبر، اربعه وهذه الخامسه، يعني بدك تكملها. فيعني التيث جدا قوية وكويسة، ومع الدرايفر حق كلب متوحش حيصير بلبل مرة قوي، لأن درايفر كلب متوحش أساسا يا شباب اللي هو ترجمة اسمه الصحيفة، حقول لكم اسمه بعد شوية. هو طبعا كشكل تقول ايش هذا الدرايفر ضعيف، ولكن داخل الحلبة يعطيك أداء. اللي يلعب فيفا، اللي يلعب فيفا 21 شباب تعرفوا قد شال فيفا 21 زي كذا، الريتنج حقه ضعيف، ولكن حطه داخل الملعب يا ساتر شباب تلاقيه أحسن شيء، أحسن لاعب. ما بنتعمق فيفا كثير. فعندنا طبعا اللير خلاص رحنا فيها كل حاجة، الحين ننتقل للديسكو الدرايفر والنزلات. أكيد عندنا القطعة الثانية من البلبل وهي الديسك. كيف قدرنا نجيب هذا الديسك شباب؟ طبعا الديسك هذا هو ديسك السيف القاطع المكسور اللي كسرناه في أحد المقاطع، أتوقع إنه حيطلع لكم في علامة الآي، على الأغلب حاحطه. مو كسرناه، هو انكسر، يعني هو انكسر في أحد النزالات فإحنا سوينا منه مقطع. فهو نفسه بالضبط شباب، نفسه بالضبط مليون في المية نفس ديسك الثعبان الطائر. مع اسمه ديسك جارك أو جيرك شباب، يجي بمعنى أحمق، يعني هذا هو اسم الديسك شباب، تخيلوا معناه باللغة العربية أحمق. ولكن هم يمكن يعني طبعا تعرف كل كلمات اللغة الإنجليزية لها أكثر من معنى، ولكن ترجمته أحمق. فعندنا هذا هو الديسك، طبعا هذا هو الفريم، ملاحظين كيف الشكل، ملاحظين الفريم كذا، لا صح كذا ملاحظين انه هذا الفريم شباب لو جينا حطيناه مع نفس اللير ايش حيسوي؟ اوكي هذا طبعا نفس الديسك، نفسه بالضبط شباب، ولكن الخلاف يعني الديسك هذا حيغطي نفس اللير، الديسك هذا الفريم هو اللي حيغطي اللير شباب. اوكي شوف اللير، هذا اللير، حط الجوال يلا شوف، شايفين كيف غطى اللير كذا؟ شوف كيف حيكون كذا بالضبط، يعني يصير مع الدرايفر الاسطوري مع يعني يدي ضربات، يدي ضربات، يعني هو حيأثر على البلابل الخصم لانه من جد البلابل يصير خلاص ما عاد يتحطم، ما عاد يقدر يتحطم اساسا. فعندنا هذا بالنسبه للديسك. طبعا احنا الديسك حقنا هو نفسه حق السيف القاطع، هو نفسه حق الثعبان الطائر. انا شفت انه توي برو مو هم قاعدين يجيبوا البلابل، تعرفوا في الوطن العربي العربي كل الصغار يلعبوا البلابل، ما في كبير يلعب بلابل، فالصغار ما حيقدروا يرموا البلابل بطريقه قويه، فهذا البلبل حيدمر كل البلابل، حيفوز في كل البطولات. شباب ترى من جد البلبل قوي، يعني من جد انا قد الحين قاعد افكر كيف حنسوي احنا مقطع بكره، وكيف انت حتشوفوا قوته، قوه خرافيه. احنا جربنا البلبل ما نكذب عليكم، انه جانا حنلعب ضد كل هذول البلابل. شوف طبعا هذا هم البلابل، هذول كل بلابل الجزء الاول، ناقصهم بالضبط بلبل واحد
هو عندنا حاليا اللي حابب يشوف قوة بلبل الثعبان الطائر يشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان توصل له كل المقاطع الجديدة أول بأول. وكل باب الموجودة هنا من توي بروح تلاقوه متوفرين في حكاية الطفل مع جهازين اطلاق، والجهازين هذول تلاقوه متوفرين في حكاية الطفل. القطعة اللي بعدها وهي قطعة الدرايفر واللي اسمها برس أو الصحيفة. فهذا هو الدرايفر الكلب المتوحش شباب، مرة قوي الدرايفر. انتو اكيد تلاحظوا كلب متوحش كلب عنده قوة خارقة في الدفاع. ايش السبب؟ الدرايفر. والسبب الاكثر طبعا يعود الى قوة التيث، قوة الزمرق في الدرايفر. يعني لو تجيبوا مثلا اللير لوحدها وتجيبوا الديسك السيف والدرايفر ترى جدا ضعيف، هيتحطم من جد. فاللي معطي القوة هو اندماج اللير، قوة اللير مع قوة الدرايفر. ما اعرف، اتفاجأت انه عندها ديسك السيف لونه ازرق. ف لا لا مو درايفر السيف، درايفر الكلب. نخليه كذا؟ وات نخليه كذا، ايش رايك؟ تو اعرف انه مع السيف هذا فيها، لما فكيت السيف شباب خلاص حنخليه كذا يعطي نفس اللون تقريبا. اوكي انا طبعا كنت عارفه لكن ما خليته لانه مو اصل الديسك، وكتبه كلها قطع اصليه. فعندنا هذا هو البلبل حيكون بهذا الشكل يا شباب. ملاحظين انه سام عنده الثعبان الطائر. واو، اول عرب تقريبا، لا لا مو اول عرب، ثاني عرب نفتح البلبل الاصلي. الاصلي جبنا البلبل الاصلي. الاول كان جاك ريجي الاسطوره هو اللي ادانا معلومات البلبل. فدحين خلينا نروح لقياس اوزان القطع. طيب فدحين حنقيس اوزان القطع، ولكن سامعين اكيد اصوات كراتين قاعد تفتح كذا. عبد الرحمن قاعد يجهز فتح علبة شيء انتو تحبوه من زمان، احنا ما نزلناه في القناة. كلكم تنتظروه، كلكم تحبوه، وصلت عدد اللاكات المطلوب. فقاعد نضبط العلبة حقتي حاليا. كيف اول قطعة في البلبل وهي اللير. فعندنا وزن اللير 8.75 جرام، خفيف شغل يعني مو مرة ثقيل. الديسك 16.17 جرام، قريب من الديسك الاصلي. الدرايفر 6.58 جرام. طيب خلينا نشوف كيف حيكون وزن البلبل ككل. اوكي 31.50 جرام خلينا نقول. طبعا وزن البلبل جدا قريب من البلبل الاصلي شباب. البلبل الاصلي اتوقع انه 32 جرام وشي زي كذا، ف جدا جدا قريب. فالحين خلينا نروح للنزلات يا شباب. فالحين خلينا نجرب بلبل. عارف ان الحلبة ما هي زي حلبة النزلات العادية، ولكن هذا الاستوديو استوديو تصوير فتح علب فقط، فعشان كذا اذا تجرب تضرب الحالة اكيد حيكون بلبل دفاعي بالكامل. فاول بلبل التنين مدمر. خلينا نشوف، خذوا تعالوا تحطين بلابل، خذوا تعالوا بس مو متوازن ابدا، كان متوازن بالبداية. هاي بس حطم وكفو، فحطم وانا رميت نفس البلبل هذا اول. هذا الحين طبعا التجربة الثانية للبلبل الثعبان الطائر، حيلعب ضد عندي اللي هي بالدوام والشجاع. بختار الشجاع المنتصر. يلا شجاع حطم يا شجاع. اوكي الثعبان فاز. اوكي الثعبان عنده كليك واحد والشجاع عنده كمان كليك واحد. فبلبل اللي بعده اوكي نفس جهاز الاطلاق شباب، معدوم خربان يعني او شيء. الثعبان ودليل. واو الضربة. خلينا نشوف مين حيفوز. حلبة نفس الشباب، انا الحين قاعد اشوفكم من الكاميرا، حلبة ميوم مو كويس نزلات. اوكي واضح ان اللي هي حيفوز. فبما ان اللي هي فاز خلينا نلعب كمان جولة. الله تعبان ولا هي عندك لك. بوم نفس اللي هي بنزل فوق الثعبان، توقع عشان كذا صار في بيرست. ولكن واو على طول مسكت الحطم. فخلينا نلعب كمان جولة، لكن المرة هذه خلينا نرمي اللي هي بول. خلينا نشوف مين حيفوز.
فايش يعني شباب انه انتقام، فلازم احنا نسوي هذا النزال في القناة، النزال حيكون مرة اسطوري. فطبعا قلت لكم الدوامة ذحين وحالعب بنا مطين ضد الدوامة. الدوام الحين بالنمط القادم احتمال. الضربات تحيلك انه في بس ولا اوكي نعتبرها تعادل. ضربات تحيلك انه في بيبس، لكن هو فعليا ضربات بلاستيك في بلاستيك، ففقط صوت يعني ما حيكون في اي شيء. واو 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 واو، والله قدر اخفج شاب بكل صوت قام بضربه واحده فقط، يعني كذا ضربه سريعه قدر اخفجه. فنلعب اخر جوله في المقطع ومعاها الختاميه. اوكي يلا فبس هذا قد عندنا. لا تنسوا اللايك سبسكرايب والشير، واكتبوا لي الكومنتات ايش رايكم في بلبل الثعبان الطائر، واذا عندكم اي اضافات على البلبل يعني مثلا تغير الديسك حفاها الديسك من هذه الاشياء اكتبوا لنا في الكومنتات. فاصلنا للختام، سلام.